بقيت حضرموت كبرى المحافظات اليمنية مساحة بعيدة عن ميليشيات الانقلابيين الحوثيين خلال سنوات الحرب المستمرة، إلا أنها سقطت فريسة لتنظيم القاعدة قبل أن يتدخل التحالف العربي ويدعم عملية أمنية لطرد المتشددين. والآن وبعد أكثر من عامين على تحريرها من تنظيم القاعدة، تعيش المكلا عاصمة محافظة حضرموت ومديريات الساحل الحضرمي المجاورة لها استقرارا أمنيا كبيرا يلمسه السكان بوضوح. حقيقة بعد إنشاء قوات النخبة الحضرمية هنا في ساحل حضرموت كانت يعني الجهود جبارة لإرساء الأمن والاستقرار، وقامت بكثير من الملاحقات والمطاردات لعناصر تنظيم القاعدة، وأخيرا يعني قامت بعملية القبضة الحديدية وغيرها من العمليات التي أفضت تماما إلى أن المحافظة تصبح بشكل آمن إلى نسبة كبيرة. بالنسبة لخصوص أوضاعنا في حضرموت الحمد لله، يعني أوضاعنا بعد ما خرجت القاعدة من المحافظة أوضاع مستتبة بالنسبة للأمن، أمن مستقر والحمد لله، يعني ما في أي مشاكل حصلت من بعد فترة ما استلمت النخبة الشبوة الحضرمية استلموا الأمن في محافظة حضرموت. ويعود الفضل في هذا الاستقرار الأمني بحسب السكان إلى قوات النخبة الحضرمية التي شكلها التحالف العربي بقيادة السعودية من أبناء حضرموت كقوة جديدة تابعة للمنطقة العسكرية الثانية، مهمتها تأمين مديريات ساحل حضرموت التي حولتها هذه التجربة إلى واحدة من أكثر المناطق أمنا في البلاد، ونموذجا مثاليا يحيي آمال اليمنيين مستقبلا في تعميم هذه التجربة الناجحة لتشمل بقية المحافظات. الوضع الحمد لله في المكلا الوضع مستتب والوضع آمن. بعد ما دخلت النخبة الحضرمية إلى المكلا صارت المكلا غير أفضل محافظة تعتبر في الجمهورية اليمنية، هي المحافظة المحررة الوحيدة، الأمن مستقر، الوضع مستتب والحمد لله، يعني ما هناك أي خلاف أو أي شيء. وتنقسم حضرموت إلى ساحل وواد، ولا تخضع كل مديريتها لسيطرة عسكرية واحدة، إذ تسيطر المنطقة العسكرية الثانية التي يقودها المحافظ اللواء الركن فرج البحسني على مديريات الساحل، في حين تبقى مديريات الوادي والصحراء خاضعة لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى، وترزح تحت وطأة الانفلات الأمني وتصاعد أنشطة التنظيمات المتشددة، ما يشكل تهديدا على الاستقرار الأمني الذي تحقق في مناطق الساحل الحضرمي. تهديد يعني لا زال في عيون متربصة وفي خلايا نائمة، وإحنا نفعل جهدنا بالتحري ومتابعة الوضع أنكثب، ومراقبين وفي مواطنين معنا يساعدون في هذه الحاجات، يعني المواطن هو بنسبة حوالي 90% منه يساعدنا في الأمور كلها. بالنسبة لحضرموت ما يشكل لنا أي تهديد، بنا حضرموت كلنا مع بعض حضارمك سواء الوادي أو الساحل، ولا يمكن تفرقوا مهما كان، وإنما في قلق يعني أحيانا يجي من الخلايا هذه الإرهابية في يعني يوصلوا بطريقة غير شرعية، وهم مرصودين في سواء في الوادي أو تحركوا من الوادي هم مرصودين. وتتصاعد من حين لآخر دعوات تسليم أمن مناطق وادي وصحراء حضرموت لقوات النخبة حتى يعم الاستقرار أرجاء المحافظة الغنية بالثروات الطبيعية.